ضمن صالة متحف سلمية للصور القديمة في جمعية أصدقاء السلمية، وافتتح معرض للتصوير الضوئي يضم عددا من الصور التي تم التقاطها منذ أكثر من 100 عام. هذه الصور نقلت الواقعة القديمة من حيث آثار المدينة وقلاعها وشوارعها ومدارسها وبيوتها. هذا المعرض قامت به جمعية أصدقاء سلمية لإرسال رسالة إلى كل العالم عن تاريخ وقدم مدينة سلمية وعن سكانها وثقافتهم المتعددة. عم نضوي على الأشياء القديمة مشان نطلع الأجيال الجديدة على تجربة القدماء ونشوف وين قدمنا شيء مفيد، وين قصرنا بيلزم نعيد النظر ببعض تصرفاتنا لنحسن واقعنا ونتقدم للأمام. قمت بإنشاء قلعة، هالمجسم هذا صورة عن القلعة التي كانت موجودة قبل عام 1906. الأسباب الهدم وكذا، سبب الزلازل، سبب البراكين، سبب هالمواضيع هي أثرت على القلعة. اليوم بهذا المعرض فرجنا على مجموعة من الصور يلي فرجتنا أهمية سلمية وتاريخ سلمية وثقافتها، وكمان ممكن تضوي على أهمية سلمية هالمدينة اللي فيها كتير من الثقافة والتراث. مدينة سلمية يعني انشهرت بسكانها المثقفين الفنانين اللي عم يضووا على كل الجوانب الإيجابية والثقافية لهالمدينة. الهدف من هذا المعرض هو التعرف على حكايات مدينة السلمية والتي تدل على الحضارات القديمة التي كانت موجودة سابقا، والاطلاع على الأدباء والمفكرين والمثقفين الذين نشأوا في هذه المدينة العريقة. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريفي حماه.